دي جي احمد خالد هنا ناخد من وقتكم ثواني هقول كلامي ليكم من مكاني ركز معانا حبة مش عيب تاني طريقتي هي هي اكيد عجباني اكيد عجباني على موقع يا اصحاب اوار حديد محاضر شكلك بتنسى ورسالتي واضح يا اصحاب اوار حديد محاضر شكلك بتنسى ورسالتي واضح كفاك وعاك طب خد وسوق مخك يفوق تفضل تلوك كفاك وعاك طب خد وسوق مخك يفوق تفضل تلوك حسيب يا حيلة عطلت الكيلة خدت تقيلة وطلعت ريلة حسيب يا حيلة عطلت الكيلة خدت تقيلة وطلعت ريلة مزيكتي باينة وفي حتة تانية اسمع بودنك استنى ثانية مزيكتي باينة وفي حتة تانية اسمع بودنك استنى ثانية سيب حسابي وخد منادي هرسح واخبط هتشوف الايجابي هوصل لسلبي واخد مكانتي وبيني وبينك مزيكتي تحدي هحسب حسابي وهاخد منابي هرسح واخبط هتشوف الايجابي هوصل لسلبي وهاخد مكانتي وبيني وبينكم مزيكتي وتحدي مزيكتي وتحدي اغلط من تاني والحاجه شغلاني مش بعمل موت معايا سوداني اغلط من تاني والحاجه شغلاني مش بعمل موت معايا سوداني يا قرد الزب وعليك الحب ركز هنا حب عشان الغب يا قرد الزب وعليك الحب ركز هنا حب عشان الغب عداد افكاري شغال تلقائي بسرعه تعدي شكلك مش داري بنزيني 90 وانت 80 شكلك بتقرقر كده مش نافعي شكلك بتقرقر كده مش نافعي عندنا في الدير هتلاقي تغيير مخططين من الكبير عامل سندال وانت الخلخال عمال بتشغل البطال ما تبكي ظروفك عشان مش اشوفك اصلك بطل عبطل هتفضي صوتك هتسمع انا وتفكر تسمعنا هتمسك برجلي لو عايز تلحقنا لو عايز تلحقنا حصان اكيد وبالتاكيد انا الجديد حصان اكيد وبالتاكيد انا الجديد وبالتاكيد شكلك تايوان قالب ياباني كفايه صداع الناس بتعاني شكلك تايوان قالب ياباني كفايه صداع الناس بتعاني سليت زباله عبي الرجاله هكتب عليها تقيل فرسانه رايح معايا راجع عليا فين المبادئ زمانها جايه سليت زباله عبي الرجاله هكتب عليها تقيل فرسانه رايح معايا راجع عليا فين المبادئ زمانها جايه فين المبادئ زمانها جايه اخر انذار سايبك تختار انا مش بشل في حاجه هزار لغلطها حاجبك هتشوف بنفسك رسالتي وصلت وبحرق شبلي وتفرحها ورنس توزيع خليل وشن كلام مثل المجنون علي سمره معانا دي جي احمد خليل ريميكس شادي ويفز.